السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي والله. نزور هذه الليلة عائلة الشاب المعتقل السيد فاضل السيد عباس، ونذكر أننا زرناكم قبل أكثر من عام. كنتم قلقين على ابنكم لانقطاع أخباره وانقطاع التواصل معه. اليوم نزوركم مجددا بعد صدور حكم الإعدام ثم التخفيف إلى المؤبد، لنجدكم أيضا لازلتم قلقين على ابنكم لانقطاع أخباره وانقطاع التواصل معه. هذا كله بلاء تؤجرون عليه، تؤجرون على كل لحظة ألم، على كل لحظة حزن، على كل لحظة معاناة، تؤجرون على كل قطرة دمعة نزلت منكم، تؤجرون على صبركم. وليكون الأجر عظيما لا بد وأن يكون الصبر جميلا، فصبر جميل ورضا بقضائك يا رب. لنتذكر دائما كلمتها الشهيرة عندما سئلت: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا. أعانكم الله ومسح على قلوبكم، ونسأل الله أن تكون زيارتنا القادمة قريبة جدا إليكم، لنهنئكم بخروجه سالما معافى، ولتقر عيونكم بوجوده بينكم إن شاء الله. إنه على كل شيء قدير، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. وكلنا أبانا وأولادنا أبانا وأجدادنا أبنانا وأجدادنا هناك موجودين.